نادي الزمالك. طيب خلينا اقول ان بنسبه 99.9 من 10 ماتش انتاج حرب الزمالك هتاكد. ماشي. انا النهارده كنت بتكلم مع مسؤول مهم جدا في اتحاد الكره. قال لي اي طلب يطلبه نادي الزمالك في سبيل تحقيق البطوله ده ما فيش فيه نقاش. وفي اجماع من مجلس اداره اتحاد الكره على انهم يسخروا كل امكانيات اتحاد الكره لخدمه الزمالك. كويس قوي. قال احنا ما عندناش ازمه. بيقول الازمه دي موجوده في الاعلام. اول حاجه الزمالك لحد دلوقتي ما طلبش، ما بعتش خطاب رسمي بالتاجيل. فبالتالي اتحاد الكره ما رفضش. هو الحاج عامر عنده جدول ملتزم بيه. لحد دلوقتي الحاج عامر ما جالوش اي طلب من الزمالك او رئيس مجلس اداره اتحاد الكره المهندس هاني بريده. فبالتالي احنا ما عندناش ازمه. بس في حال وصول خطاب رسمي من نادي الزمالك بطلب تاجيل مباراه الانتاج الحربي يوم 15، ده امر لا يقبل المناقشه او الجدال. بص انا بقول بالنص كده، قال اي طلب يطلب اي طلب، يعني افرض طلب الزمالك تاجيل ماتشين، يعني الزمالك هيلعب 9 و12 و15. ايوه. رد صلاحي بقى قال لي اي طلب منطقي. منطق يعني ماتشين؟ لا، انت بتتكلم في ماتش الانتاج يوم 15 مفيش مشكله. مهندس هاني مريده منتظر. حتى ده انعكس على رئيس نادي الزمالك في تصريحاته الاخيره. الراجل لا طلع لهاجم اتحاد الكوره ولا قال بعت ولا ما بعتش ولا اي حاجه. في هدوء. في هدوء لانه عارف وما اعلمه ان هاني مريده في تنسيق مع رئيس نادي الزمالك في القصه دي، ومديه ضوء اخضر في حال الارسال سيتم الموافقه بالايجاب فورا لخدمه نادي الزمالك. خصوصا المنافس بتاعك نهضه البركان هيلعب ماتش واحد، هو بيلعب النهارده يعني كان بيلعب من ساعتين، بيلعب النهارده هيلعب ماتش يوم 13، ماتش واحد مع الوداد، وهيريح لحد ماتشك. فبالتالي عنده اريحيه. فريق نهضه البركان ده سفر 7-8 ساعات انت حتى لو طياره خاصه. نهضه البركان ما عندهمش مطار رسمي في مدينه، فلازم تنزل اقرب مدينه اسمها وجده بينها ساعتين، يعني نادي الزمالك هينزل 5 ساعات بالطياره، فهينزل وجده مطار وجده فياخد الباص لمده ساعتين، فبالنسبه له رحله مرهقه. فبالتالي نادي الزمالك مسؤوليه يدركون جيدا ان مباراه الانتاج الحربي لن تلعب.